هي في عالم كوكو أسامة. أنا كمان أسامة. النهاردة حلقتنا عن السنان، هنتكلم على 3 نقط. أول نقطة التغذية، تاكلوا الخضار والفواكه والبيض واللبن والزبادي والجبنة وبعض الألبان والفواكه والخضروات. تاني نقطة غسل السنان، تغسل سنانك كل يوم قبل ما تنام وبعد ما تصحى الصبح وبالليل. تالت نقطة التدخين، التدخين ده ممنوع بتاتا 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 عشان بيبوظ السنان. شكرا لكم لمتابعتنا على الفيديو بتاعنا. لا وياريت تكتبوا في التعليقات ايه رأيكم في الفيديو، وما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب ومع